اخبار اليوم. انت كريم بتتعامل مع ابوك، فالاب ما بيظلمش، الاب بيزعل، وبيزعل عشان انت عملت حاجه غلط. فاحمد سكي انا بعتبرك ابويا، انا عملت لك 8 افلام، مفيش فيلم وقع. اكتر فيلم عمل لك 19 مليون شارع الهرم. شيل دي بس حصل خير، ولاد البلد كل الافلام دي. سيبك بقى من كل ده، النهارده فرح يا جدعان، دي سر نجاح سعد الصغير وسر نجاح احمد السبكي. ما كانش فيه الا محمد السبكي، وانفصلوا الاثنين مع بعض. كان اول فيلم احمد السبكي لخمه راس، اللي نجح الفيلم ربنا، والنهارده فرح يا جدعان. فمش جازات بقى كده، ربنا رب يكرمهم. مين هم البيت بيتك دول؟ عشان ما فيش صاحب بقى صاحب تنزلهم اغنيتهم قبل اغنيتي. ايه ده، سيبك من دي. استاذ محمود الليسي صاحبي واخوي، نزلت له بمبونايا، خلاص رضيته. تروح منزل واحده تانية هو وبوسي التانية وراه على طول. طب احط لي الثالثه بقى؟ لا لا لا، المدفع جاي الله ولاد. يبقى انا هنزل بقى ايه، 4 ايام ولا 5 ايام بالعيد؟ بعد العيد ولا ايه؟ مش فاهم انا. عارف دي اسمها ايه بقى؟ طيبه قلبي. فانت قلت بقى، فانت بصي خلوك بقى تبقى وحش. لا خلاص مش هبقى طيب، واللي يبيعنا بيعه. شايف ان هي مقصوده، مقصوده ان مع سعد يتظلم ويتحط في الحته ديت. شايف ان في حد هو اللي صاحب الرؤيه المعينه، ان انت بتبقى مبسوط ان انت ده مش اول فيلم كريم، ده تاني فيلم. هو في حد عايز هو عم احمد حاسس عشان خاطر انت معاه موجود على طول، فعايز يساعد التاني مثلا او لا؟ كل واحد بقى، انا ما اعرفش ان كل واحد بتاع مصلحته. او ان انت خاطر انت واخد القرار ان انا مش هشتغل غير مع السبكي، انا مع السبكي على طول. زي مراتك، انت عارف ان عمرها ما تخونك. انت ناس وانت بتصرمح بره كتير، فهو عارف ان انا كده كده لو عمل لي ايه، لو حتى حطيني مشهد في الفيلم فهو كده كده مرزي. طب ما هو الليسي مرزي، احنا الاثنين مرزيين مع بعضينا. اشمعنى مرزي ومش مرزي؟ فاحنا الاثنين موجودين في المكتب. طب ليه كده؟ طب ما فيش مشكله يا عم احمد، مش مشكله. وانت ظلمتني. طيب انا بقول لك برضه، انت راجل ليك فضل عليا طبعا، مش هننكر ان يعني استفدت منه. استفدت منه ماديا وشهره ويعني وانا بستاذنك بس، بستسمحك تسيبني اطلع بره فيلم واحد بس، فيلم واحد بس. وهترجع تقول لي يا عم احمد انا ظلمت. انت مش معتقد انت ظلمتني؟ لا انت ظلمتني. فلما تسيبني بره العب بقى بره، واقعد انطق، لان بره بعرف العب كوره. عندك ما بعرفش العب، بلعب باك متحرك، ما بتحركش، باك رايت. لو بتلعب في نادي الاهلي، الاهلي نادي محترف، فالباك رايت بيطلع قدامه يتقدم ويجي ويروح. عند محمد سبكي الباك ما يتحركش، مش محترف. فانا هناك العب باك رايت وباك ليفت وهجيب اجوان وهعمل كل حاجه. ليه؟ لان هناك الناس متفاهمه وفاهمين ايه الموضوع. لكن هو مفيش مشكله يا عم احمد. انت كمان من جواك عايز تغير انا عايز لان بروح بره نوعيات الافلام اللي انت بتعملها، وعايز تغير وتجرب نفسك في حاجه ثانيه. مش كله هيبقى رقصات رقصات رقصات، مش الدنيا مش هتقف. والناس ما يعني الناس بقت تفهم خلاص. نعم في اغنيه فيها رقص مفيش مشكله، بس الرقصه ما تبقاش مستفزه والكلام ما يبقاش مستفز وخلاص مش مشكله. انا ممكن اغني، ولو عملت فيلم بمره هيبقى فيه اغنيه وفي رقص. بس ظاهره التكرار عند السبكي موجوده. خلاص يا عم، انا هعمل فيلم بره فيه رقصه وفيه اغنيه. هي اغنيه برقاصه، بس الرقاصه ممكن تكون لابسه عبايه عادي او جلابيه عاديه وترقص مفيش مشكله، بس الحوار كله ما بقاش على الرقاصه. لا ده انا بقى هقول لك سعد كان بياكل ايه وبيشرب ايه، وامي كانت شغاله ايه، ولا ابويا كان شغال ايه، وانا سرقت وانا صغير وكنت حرامي كل حياتي كلها. وهقول لك انا ضحكت على ربنا ازاي.